قادته الصدفة إلى ما نحلم به جميعاً، العثور على كنز كبير مخبأ تحت الأرض، وما يشبه القلعة الصغيرة تحت الأرض المليئة بالذهب. وصل وزنه إلى 60 طناً من الذهب، لكن الرجل السوري الأمين ذهب إلى القصر الرئاسي لتسليم ما وجد. فما الذي حدث معه هناك؟ سأحكي لكم في الملخص. قصة غريبة انتشرت حول رجل سوري عثر على كنز كبير من الذهب لا يقدر بمال في منطقة درعا. يتضمن الكنز كمية كبيرة من العملات الذهبية القديمة تصل إلى 60 طناً ذهبا بالقرب من قرية الشرائع على طريق بلدة المسمية بجانب مخفر عثماني على شكل قلعة صغيرة تحت الأرض. ذهب هذا الرجل إلى القصر الجمهوري، فمنعه الحراس من مقابلة الرئيس، وأصر على مقابلته شخصياً ليخبره عن الكنز الذي وجده. وبعد احتجازه لمدة 15 يوماً وإصراره على مقابلة الرئيس، يتم له ذلك، فأخبر الرئيس بما عثر عليه، وعند التأكد من ذلك، يقرر له الرئيس راتباً شهرياً مدى الحياة، ومبلغاً مقطوعاً تكريماً له. درعا مدينة سورية تقع في جنوب سوريا بالقرب من الحدود السورية الأردنية، وكانت في تاريخها مدينة مهمة في حوران الذي يمتد من جنوب دمشق في سوريا إلى جبال عجلون في الأردن الرمثة، ويبلغ عدد سكان هذه المحافظة 1.5 مليون. وتشتهر منطقة غرز شرق مدينة درعا، وهي منطقة معروفة بكثرة الكنوز الأثرية اللقاية التي تعود للحقبة العثمانية، حيث تقع على خط الحجاز، ويقال إن جنود الأتراك بعد خسارتهم في الحرب العالمية الأولى عادوا عبر هذه المنطقة وقاموا بدفن ما لديهم من مال، وكان حينها المال يقدر بالذهب. ويزخر سهل حوران بالعديد من الثروات والكنوز المادية وغير المادية توثق تاريخ من عاش على هذه الأرض الغنية. ويقال إن السبب في كثرة الكنوز بتلك المنطقة أنه بعد انطلاق الثورة العربية الكبرى في الجزيرة العربية وامتدادها إلى الأردن وسوريا، قام رجال الدولة العثمانية وتجارها وكبار الجنود الأتراك الموجودون في ولايات بلاد الشام وخاصة الجنوبية منها، قاموا بجمع النفائس التي يمتلكونها من ذهب وحلي وغيرها، وحملوها معهم على متن القطار المتجهة إلى دمشق. وتقول بعض الشائعات إن من قام بدفن الكنوز عاد إلى مكانها وقام باسترجاعها بعد الاستقلال عام 1946 مستعيناً بمقاييس وإشارات ورموز ومخططات باللغة التركية، منها حفر الثعبان على إحدى الصخور، وذلك يعني أن كمية الذهب المدفونة لا بأس بها، أو رسم العقرب، وتعني بأن محتوى الصناديق المطمورة من الذهب، وترمز الجمال إلى عدد الصناديق، فكل جمل بصندوق. هذه الإشارات أخذت من الرومان الذين كانوا يدفنون التماثيل والذهب ولوحات الفسيفساء. لكن بعد انتشار قصة الرجل، نفت مديرية الأثار في محافظة درعا صحة الشائعات المنتشرة في الشارع السوري حول العثور فيها على كنز بهذا الحجم، وقال مدير أثار المحافظة إن هذه الشائعة لا أساس لها من الصحة، وأكد أن شعبة آثار منطقة الصنمين قامت بالكشف عن المنطقة وإجراء المسح الأثري والتحري، ولم تظهر أي دلائل على صحة الشائعة. فهل هي شائعة حقاً أم أنه يوجد أمر آخر يتم التكتم عليه؟